في بعض عمليات التمويل البنك الإسلامي قد يطلب من العميل بعد ما يبيع عليه سيارة أن السيارة تسجل لدى السلطات باسم البنك وليس باسم العميل، وهذا يعني أن المالك الحقيقي للسيارة هو العميل بناء على عقد البيع والشراء الذي تم بينه وبين البنك، لكن أمام الجهات الرقابية السيارة مسجلة باسم البنك. هذا إجراء مقبول شرعا بشرط مهم جدا، اللي هو أن لابد أن يكون في ورقة، وهذه الورقة متفق عليها بين الطرفين بين البنك والعميل، وينص أو يقر فيها البنك على أن المالك الحقيقي لهذه السيارة هو العميل وليس البنك، وما سجلت السيارة باسم البنك إلا لحفظ حقوق البنك إلى أن ينتهي البنك من الدين الذي بينه وبين العميل. نادي الاقتصاد الإسلامي، لكل طالب علم يبحث عن التأصيل والتميز.